الزميلات والزملاء، أسعد الله صباحكم. سعدني أن أحضر وفد الأصدقاء من المملكة المغربية من فنانين وكتاب ومثقفين ومبدعين، والواقع أن هذه الزيارة زيارة عزيزة وزيارة كريمة من أشقاء بنعتز بهم دائما. المغرب ثقافيا دائما موضع اعتزاز وتقدير، واسهامات المغرب الثقافيه معروفه لنا جيدا هنا في مصر، وعلى اتصال دائم بهم. و يعني في البدايه انا يعني منذ فتره طويله انا عزيز سياده السفير، لكن حابب ان اعزي كل الاخوه في المغرب في وفاه الباحثه المتميزه الدكتورة فاطمة المرنيسي بجهودها في مجال البحث الاجتماعي وفي مجال البحث في حقوق المرأة وفي التراث الإسلامي. جهودها معروفة لنا جيدا، وهي من الإضافات الحقيقية في الفكر العربي وفي البحث العربي، وفقدانها خسارة لنا جميعا. يمكن أبناء اسكندرية يعرفوا ده كويس، لأنه كثير من الأحياء في الإسكندرية وكثير من العائلات في الإسكندرية بتعود إلى أصول مغربية. وفي حي كامل هو حي المغاربة وسوق المغاربة موجود إلى الآن. المثقفين والكتاب المغاربة بنعرفهم منذ يعني أسماء كبيرة عندنا، الدكتور الإحبابي، الدكتور الجابري وآخرين وغيرهم، دول معروفين لنا. نشرت كتبهم هنا في مصر وترجمت أعمالهم، وكانوا دائما من الاستمارات موقع ترحيب. أهلا بكم، وأترك الكلمة لسعادة السفير.